ايوه كده. يا سلام يا سلام يا بابا، الموتوسيكل بقى عزيز عليك قوي من يوم ما جه، كل شويه تطلع تلمع فيه وتعمله. الله الله الله، خضتيني يا طمطومه، مش تقولي ان انت واقفه هنا يا بنتي؟ بتفرج عليك يا بابا وانت قاعد بتلمع في الموتوسيكل، مش هتاخدني لفه بقى ولا ايه؟ والله كان بودي يا طمطم، بس انا داخل علشان اتغدى بسرعه ورايح مشوار ضروري. انزلي يا طمطومه بقى، كفايه كده، اديكي لعبتي على الموتوسيكل اهو شويه. بصراحه يا بابا كانت فكره حلوه قوي، بس انا عايزه فلوس دلوقتي عشان عايزه اشتري حاجه. خلاص بقى يا طمطم، ايه حكايه مصروفي دي؟ مصروف ايه يا بنتي اللي انت بتاخديه؟ انت بتاخدي مصروف، مش انت اللي انت بتعوزيه يا طمطم، انا بديهولك. بصراحه يا بابا نفسي اروح السوبر ماركت النهارده واجيب اللي انا عاوزاه، انتوا كل مره بتجيبولي اللي بتطلبوه، اللي بطلبه قصدي. ايوه يا طمطم فعلا، اللي انت عاوزاه انا بجيبهولك. عاوزه ايه المره دي يا حبيبتي؟ بصراحه يا بابا انا عايزه اندومي. اندومي؟ اه، بس انت عارفه يا طماطم ان الاندومي مضر قوي، وماما ما بتحبش تدخله البيت خالص. ما انا عارفه يا بابا، بس انا بحبه مره واحده بس، مش هيحصل حاجه يعني. والله بقى يا طمطم انا هجيب لك كيس وانا راجع من الشغل، بس انت بقى عليكي وعلى ماما على طول، شوفي هي هترضى تعمله لك ولا لا. ماشي يا بابا، هاته انت بس ومالكش دعوه بحاجه. انا هجيبه ماليش دعوه. ايوه بالظبط كده. ماشي يا طماطم، يلا ادخلي بسرعه على البيت. ماشي يا بابا. ماشي حاضر. ايه يا طماطم اتاخرتي ليه كده؟ كل ده في البلكونه. كنت بقول للبابا يجيب لنا حاجه وهو جاي يا توتا. الله، حاجه ايه بقى يا ترى؟ قلت له يجيب لنا اندومي. واو، اندومي؟ ايوه. طب هو هيرضى يجيب؟ معقول هيجيب لنا اندومي؟ بابا بيقول ان هي مش حلوه عشان كده مش بيجيب لي منها خالص. ما هي ماما برضو بتقول كده، بس احنا نحاول نقنعهم بقى. هو قال انه هيجيبه. مش عارفه، بس ماما ممكن تزعل مني لو اكلت من الاندومي ده. اصبري بقى لما نشوف ماما هتقول لنا ايه. الله، يا بنات. ايه يا بنات بتسودوا على ايه؟ شكلكم كده بتتكلموا في موضوع مهم. ايوه يا ماما، انا طلبت من بابا حاجه يجيبها لنا وهو جاي من الشغل. اه، يا ترى هي ايه بقى يا طماطم؟ طلبت منه حاجه بحبها قوي وسهله خالص، مش هتتعبك يا ماما. طيب يا ستي مفيش اي مشكله لما يرجع بابا. ربنا يخليك ليا يا ماما، انا وتوتا. ربنا يستر، ولما تعرف ان هي اندومي يا ترى هتقول ايه وطنط منى؟ اسكتي بقى يا ستي، جرس بيرن زمان بابا جه. الحمد لله على سلامتك يا بابا. ازيك يا عم عمر، انت جبت لنا الاندومي؟ شكرا. بصي يا طماطم. ايوه جبت لكم الاندومي اللي انتوا طلبتوه يا حبايبي، بس مش عارف بقى، ربنا يستر. يستر من ايه يا عم عمر؟ هو مضر فعلا؟ والله انا ماليش في الموضوع ده يا توتا يا بنتي، طنط بقى هي اللي تقولي. خدوها اهو وروحوا خشوا لها جوه. ماشي، شكرا ليك يا بابا. شكرا يا حبيبتي. العفو يا حبيبتي العفو. ايه ده يا بنات، ايه اللي في ايديكوا ده؟ ده اندومي يا ماما، يلا عشان تعمليه لنا بقى. يا خبر ابيض، مين اللي جاب الاندومي ده البيت؟ بابا انا طلبت منه، مش انا قلت لك وهو قال لي هيجيب لي حاجه انا بحبها وانت قلت لي ماشي؟ اخسى عليكي يا طماطم، مش الاندومي ده انا عرفتك قبل كده ان هو خطر جدا، وانت كمان يا توتا. مره واحده. شفتي يا طماطم، اهي طنط منى بتقول ان هو فعلا خطر خالص. دي مرة واحدة بس، مش هيحصل حاجة يا ماما. علشان خاطرنا يا طنط منى اعمله لنا المرة دي بس، وما عندناش هنجيبه ابدا الخطر ده خالص. طب انتوا ايه رأيكم يا بنات؟ ناخد الكيس ده نرميه واعمل لكم اندومي من البيت، هتعجبكم قوي ومش هتلاقوا فيه فرق بينها خالص وبين الاندومي بتاع الشارع. يا ماما احنا بنحب بتاع الشارع عشان خاطرنا بقى. يا ستي لو لقيتوا فيه فرق وما حبيتوهوش خلاص هعمل لكم اللي انتوا جايبينه. خلاص اتفقنا. اتفقنا على كده؟ ايوه. وانت يا توتا؟ وانا كمان موافقه. خلاص يا جماعه استنوني بقى هنا وانا هدخل احضر لكم احلى اندومي في الدنيا، بس اندومي ايه؟ اندومي بيتي. ماشي يا ماما، يلا بقى. اتفضلوا يا بنات، ايه رايكم بقى في احلى اندومي في الدنيا؟ هي الله، ده جميل قوي يا ماما. تعالي نشوف ده شكل الاندومي فعلا بالظبط يا توتا. الله، ايه ده يا طنط منى، انتي مليتي الحله كلها علشاننا؟ طبعا يا توتا، كل الحله دي علشانكم. هنشوف بقى دلوقتي الاختبار الصعب، يا ترى هيطلع زي الاندومي بتاع اللي بره ولا لا؟ ربنا يستر، انتوا اللي هتدوقوا وتحكموا. هو شكله جميل قوي يا ماما وبيشهي خالص، هندوق بقى ونشوف. خلاص تعالوا بقى هاتوا الاطباق وتعالوا اقعدوا جنبي هنا. ودلوقتي بقى بدأنا التحدي، هنشوف بقى يا ولاد اكل الشارع يفوز ولا اكل ماما؟ ربنا يستر بقى يا ماما، يلا سيبيني. مين اللي هيدوق الاول؟ انا يا ماما. انا طبعا. طيب استنى بس، هتدوق. هنقول حادي بادي كرومب زبادي ونشوف مين فيكم اللي هيدوق. هاتوا الشوكه دي. حادي بادي كرومب زبادي شالوا وحطوا كله على دي. انت يا توتا اللي هتدوقي. يلا دوقي. خلاص، هي كويس قوي ان انا اللي هدوقي الاول. الله، شكلها جميل قوي.
الله، لا لا يا طنط منى بجد دي جميله خالص. ادوق انا بقى يا توتة. اتفضلي يا طماطم. واحده كمان كده، مش عارفه ادوق كويس. حاضر يا ستي. يا سلام يا احلى ماما في الدنيا، ولا عدنا هنشتري اندومي من بره تاني خالص. اكيد بجد يعني عجبتكم يا بنات. حلوه قوي يا ماما، تسلم ايديكي. يلا يا توتة ناكل. يلا هم 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 ننام بسرعه. يام يام يا يا سلام. هاتي حته، هاتي حته يا طماطم. خدي كلي كلي يا توتة كلي. يامي، جميله جميله قوي. انا خلاص يا توتة ما عدتش هشتري اندومي من بره خالص، هخلي ماما تعملوني في البيت. دي فكره حلوه قوي قوي ان احنا نعمل كل اللي بنحبه في البيت. ايه رايك يا طنط منى تعمل لنا كمان البيتزا؟ احنا بنحب البيتزا قوي من بره، بس انت تعملها لنا في البيت بعد كده انت وماما. فكره حلوه قوي قوي يا بنات، كمان البيتزا نعملها في البيت. ايه يعني المشكله؟ مفيش اي مشاكل. يلا بقى كله خلصوا ده كله، الطبق بتاعكم ده كله علشان اشيله. يلا. حاضر حاضر. ودي كانت لعبتنا النهارده يا اصحابي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات اكتر شخصيه حبيتوها، وتعملوا لنا شير ولايك للفيديو، وما تنسوش كمان تتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي فاتت، هتعجبكم خالص. ولكل اصحابنا اللي بيشوفونا لاول مره، ما تنسوش تضغطوا على زرار الاشتراك الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان تفعلوا علامة الجرس عشان يوصلكوا كل ألعابنا الجديدة اللي بنقدمها لكم كل يوم. واستنونا بكرة يا أصحابي مع لعبة جديدة وفيديو جديد من قناتكم الجميلة، قناة ألعابي. باي باي يا أصحابي.